مشاهدينا، وللحديث عن استمرار أزمة اللاجئين ومعاناتهم النازحين في ظل متاجرة السياسيين في العراق بقضيتهم، تنضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الناشطة في مجال حقوق الإنسان الأستاذة آمال الظفيري. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لكم. حياكم الله. يعني إلى متى سيبقى العامل الأمني هو المعوق الرئيس لعودة النازحين إلى مدنهم واستغلال تلك الحجة والذريعة من قبل السياسيين في العراق؟ نعم حضرتك بالضبط أشرت أنه هي حجة، فالمعاناة النازحين وذكرتوها حضراتكم بالتقرير. نعم. بيد هذا الملف بيد الميليشيات وبيد مباشرة بيد إيران. نعم. والدليل فشل كل الحكومات اللي مرت من بعد وجود يعني هذه المخيمات في حال هذه الإشكالية. فأنا أعتقد هو احنا نرجع بيد إيران وأيضا بيد الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي السبب الرئيسي بهذه المعاناة. نعم نعم. يعني المنظمات الحقوقية تقول أن انعدام الخدمات هي أحد المعوقات المهمة والرئيسية التي تحول وتمنع دون عودة النازحين إلى مناطقهم ومدنهم. لماذا هذا التأخير في إعادة الأعمار في المناطق التي يعني 5 إلى 6 سنوات انتهت منها العمليات العسكرية؟ نعم، وليس فقط موضوع أمني. أنا أعتقد الجميع يعرف أنه كثير من أراضيهم تم مصادرتها. نعم. وأعتقد هي موضوع تطهير عرقي صارت بهذه المناطق. الجميع يعرف أنه فئة معينة هي الموجودة بهذه المخيمات. والتغيير ديموغرافي بمناطقهم. نعم. فأنا أعتقد الموضوع متعمد بعدم رجوعهم. طبعا لازم هناك حجج معينه، فموضوع امني، اي موضوع امني. معظم ساكني المخيمات هم النساء والاطفال ورجال كبار في السن، يعني ما اعتقد بقى شباب هذه المناطق كلها موجوده مغيبين بالسجون العراقيه. يعني الى اي درجه اصبح ملف النازحين ملفا سياسيا تتلاعب به الكتل والاحزاب السياسيه من وجهه نظرك، يعني قبيل أي انتخابات يجري الحديث عن المهجرين والنازحين والمبعدين، وما إن تتم التشكيلة حتى ينسى الموضوع؟ هم بالضبط أي سياسيين؟ هم السياسيين الفاشلين طبعاً هم اللي يستخدمون هذا الملف. وبما أنه الناس هي أصلاً يعني تعبانة وتشبث بأي حال حتى يرجع النازحين، فتصدق هذول السياسيين، سياسيين الصدفة، سياسيين تابعين لإيران. يعني ملف وحجج صارت كلش قديمة وبالي. أنا أعتقد هذا الملف، ملف النازحين، وراء كثير من الفساد، فساد مالي، فساد كثير، وتجار حروب وتجار. نعم. بشر وراء هذا الملف. طيب، هنا لدينا إشكالية كبيرة، يعني عدم وجود أعمار في المناطق والمحافظات المستعادة عسكريا من تنظيم داعش، زائدا قرار إغلاق المخيمات بسبب عدم وجود تخصيصات مالية. الناتج أين يذهب النازحون وهم بعشرات بل مئات الآلاف؟ هم النازحين حتى لما كانوا بالمخيمات كانت وصلوا مرحلة يعني خيامهم قديمة، شفناهم بكل شتاء شنو وضعهم. فهي أصلا هم بالمخيمات هم في مأساة. نعم. اللي صار بعد ما اغلقوها بالاجبار هذه المخيمات، انه هذول الناس راحوا شكلوا عشوائيات، كل كم مجموعه شكلت عشوائيات ما ليس يعني عليها رقيب من الدوله، لا امني ولا صحي ولا يعرفون عنهم اي شيء. فهسه الموضوع اخطر صار. نعم. صارت عشوائيات بدل. نعم. ما كانت هي مخيمات. طيب. وتحت انظار الجميع. طيب، ايضا في البعد الامني، يعني أزمة النزوح، الحكومة تقول أن يتم إغلاق المخيمات بسبب الإرهاب، والعوائل والنازحين تتهم الميليشيات. أي الروايتين أقرب للواقع؟ نروح للحاكم على الأرض، من اللي يحكم هذه المناطق؟ الميليشيات طبعاً. نعم. الميليشيات أولاً وأخيراً، الدولة ليس لها سيطرة على هذه. نعم. المناطق. خلي هسه أتحدى وزير رئيس الوزراء يروح يزور جرح الصخر او يزور هذه المناطق اللي تابعه للحشد.
احنا عندنا حكومه داخل حكومه داخل حكومه، فبالتاكيد الميليشيا هي اللي تحكم وهي الحاكم الفعلي على الارض اللي هي اصلا تابعه لايران. نعم. نعم. من ستوكهولم الناشطه في مجال حقوق الانسان الاستاذه امال الضفيري، شكرا جزيلا لك.